المجموعه من التليفونات من الاعضاء، واخد بال حضرتك؟ علشان خاطر ناس كتيره طالبه المداخلات، ما تزعلش مننا. الدكتوره شريهان موسى، دكتوره شريهان اتفضلي. ايوه مساء الخير، ازي حضرتك؟ ويا ريت الباشمهندس يكون يعني سامع ان هو اب ورجل عظيم ورجل دوله. احنا نذكر ان هو رئيس مجلس اداره مدينه، هو اللي شرفنا في كل العفو العفو. انا بحضر مؤتمرات بلاقيه بيتكرم من الناس، يعني احنا اولى كل عضو فينا ان هو يكرم الرجل العظيم اللي بذل من المجهود وادى من عمره وصحته وحياته وشغله ذات نفسه اللي هو مصلحته الشخصيه تنازل عنها. واي بني ادم يبتدي او بيحاول يهدم اللي هو عمله هو تعارض مصلحته الشخصيه معاه، وانا شفت ده بعينيا. يعني بجد مفيش حد ستريت وواضح وبيخدم الدولة وبيدعم الرئيس وبيحرص على مبادرات الرئيس. احنا مفيش حاجة بنقولها له نقول له يا استاذ رفعت احنا عايزين نعمل كذا، الرئيس عبد الفتاح السيسي قال عليها، سواء رعاية ذوي الهمم، سواء رعاية المرأة، سواء رعاية الشباب، الا لما بيقول لنا كل حاجه تحت ايديك وتحت اشرافك. طب دكتوره سريعا عشان عندي مداخلات كتيره، تقولي ايه للاعضاء قبل ساعات من التوجه لصناديق الاقتراع او الانتخاب؟ لازم كلنا نلتف حول رئيسنا وندعمه، لان ده رجل عظيم. يعني ما ينفعش ان احنا نشارك في المؤامرات اللي بتحصل دي. دعك من المؤامرات، سيبك من الكلام ده. المهندس محمد فرج عمل في السباق الانتخابي، والحمد لله قد معركه قانونيه محترمه، والانتخابات في موعدها بعد ساعتين. اهم حاجه انتوا كل الناس تتواجدوا يا دكتوره شريهان. لازم طبعا، لازم كلنا نبقى حوالين الباشمهندس وكلنا صوتنا للباشمهندس عشان نكمل الانجازات والمشاريع اللي اتبنت والحلم اللي احنا كلنا شاركنا فيه، لازم ان احنا نكمله للنهايه، ما نخليش اي حد يخرب اي حاجه احنا عملناها. شكرا شكرا يا دكتوره، شكرا. انا بشكر سيادتك طبعا، بشكرك كفايه شعورك الطيب ده طبعا، والكلام ده هو الدافع القوي ليا. وانا طبعا ببادل الاعضاء الحب وببادل الاعضاء الاحترام، وانا دايما في خدمة الاعضاء، وانا عايز ارضي الاعضاء، ارضيهم بشتى الطرق، في حدود طبعا ايه، في حدود القانون وفي حدود اللوائح وفي حدود المبادئ اللي احنا تربينا عليها والعادات اللي تربينا عليها. وانا بيسعدني جدا تلبية رغبات الاعضاء، دي مهمة جدا. ويمكن انا وقت طويل قوي بستمع للاعضاء، خاصة الأمهات. طبعا مش كل مشكلة بتقدر تحلها، لكن طبعا في حاجات كتيرة جدا بتقدر تحلها، واللي ما بتقدرش تحلها يكفي ان انت بتاخد الشحنة السلبية اللي عندها وتوضحها. لكن انا وانا بجتمع معاهم ربنا اعلم ان نيتي حل المشكلة.